مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم. ارتفعت درجات الحرارة وأصبح واضحا تأثير الموج الهوائية الحارة، وبالتالي حرارة أعلى من معدلاتها بكثير، وطقس حار في معظم مناطق المملكة، وطقس حار إلى شديد الحرارة في الأغوار والعقبة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على هذا الشكل الذي يمثل سلوك درجات الحرارة، نلاحظ أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة طيلة أيام الأسبوع، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، يعني تتراوح العظمى ما بين 38-39، أعلى من المعدل ما بين 6-8 درجات، والصغرى تتراوح ما بين 24-27 درجة مئوية. أجواء حارة، تأثير الموجة الحرارية واضح، وبالتالي هناك بعض التوصيات والتحذيرات هامة خلال هذه الموجة الحارة. طبعا عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، أيضا عدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترات قصيرة، وأيضا عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار مثل قداحات الغاز، ومثل أيضا بعض أنابيب التعقيم، والإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات على مدار اليوم، وأيضا عدم رمي أعقاب السجائر على المناطق الحرجية والمناطق الجافة خوفا من حدوث الحرائق. وأيضا بنناشد الجميع بترشيد الطاقة وعدم هدر الطاقة، خاصة الكهرباء والمياه، والحذر اللي ساكنين خارج عمان من انتشار الأفاعي والعقارب، خاصة في فترة الظهيرة، وأيضا في المناطق اللي بتكون عدم وجود سكان فيها واللي فيها أشجار والمناطق الوعرة، ممكن يتعرض للأسع هذه الحشرات وهذه الزواحف. أيضا درجة الحرارة العظمى الصغرى المتوقعة هذه الليلة، أجواء تقريبا حارة نسبيا، الصغرى المتوقعة بحدود 25 درجة مئوية، أعلى من المعدل أيضا بشكل واضح، ودرجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الاثنين أجواء حارة، استمرار الموج الحارة، درجات الحرارة العظمى تتراوح في عمان ما بين 37-39، والصغرى بحدود 26، أما يوم الثلاثاء والأربعاء فتتراوح ما بين 35-38، أجواء حارة، وأيضا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح، والصغرى حتكون بحدود 24 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة، طبعا المناطق الشمالية أجواء حارة، إربد 38-25، عجلون 37-24، جرش 41-27، المفرق 41-24 درجة مئوية. منطقة الوسطى وعمان، بلقاء 37-26، مأدبة 37-26، عمان ما بين 37 العظمى إلى 39، والصغرى بحدود 26 درجة مئوية. الأغوار والبحر الميت أجواء شديدة الحرارة، نتوقع العظمى تكون بحدود 44-45 في البحر الميت، والصغرى بحدود 33، الزرقاء 41-25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أيضا أجواء حارة، الكرك 38-25، الطفيلي 35-25، الشراه 33-22، العقبة أجواء شديدة الحرارة 43-31، ومعان 37-24 درجة مئوية مع أجواء حارة. البادية الشرقية أيضا أجواء حارة، الأزرق 42-24، الصفاو 41-25، والرويشد 41-24 درجة مئوية. مشاهدينا، نتمنى للجميع السلامة،
ونتمنى من الجميع أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات والإرشادات اللي بتصدر من الدفاع المدني ومننا ومن الأرصاد الجوية حول التعامل في أثناء الموجات الحارة. شكرا لمشاهدتكم واستماعكم، ونتمنى لكم التوفيق، وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.